السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عاجل منذ قليل هذا الخبر الذي أشعل جميع مواقع التواصل الاجتماعي التونسي والعربي من تونس. رئيس الاتحاد يتلقى سفير فرنسا بتونس إلى تقاء السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 29 فبراير 2021 بمقر الاتحاد السيد أندريا بيرين سفير فرنسا بتونس بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني. وتناول اللقاء واقع العلاقات الاقتصادية التونسية الفرنسية وسبل المزيد الارتقاء به تجسيدا لعرقلة العلاقة بين البلدين وعمقها، وذلك من خلال تكثيف برامج التعاون وخاصة الاقتصادية منها وتنويعها، وكذلك مزيد التشجيع على الاستثمار المشترك للقطاع الخاص في البلدين. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها بلادنا في الفترة المقبلة ومؤهلات، وباعتبارها الشريك التاريخي والاستراتيجي لتونس. كما أثيرت خلال هذا اللقاء جولة المحادثات التي ستجرى الأسبوع المقبل بين تونس وصندوق النقد الدولي، والدعم الذي تنتظره تونس لموقفها من لدن البلدان الصديقة وفي مقدماتها فرنسا، وسط فرحة عارمة من الشعب التونسي والشعب الفرنسي بما تلقى من الرئيس الاتحاد. تلقى سفير فرنسا بتونس وطلبوا جميع الشعب التونسي والشعب الفرنسي بالدعوات في الأيام المقبلة أن تمر تونس وفرنسا بخير في هذه الأزمة الصعبة التي تمر ظل فيروس كورونا الذي صدم العالم بأسره واشتعلت جميع المواقع التواصل الاجتماعي بهذا النبأ المفرح الذي أفرح جميع الشارع الفرنسي والتونسي. بعد لقاء رئيس الاتحاد والتقي سفير فرنسا بتونس بهذا الصدد المفرح، وطلبوا جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي الدعوات الى الشعب التونسي ان تمن عليه الايام المقبلة بالخير والبركات، وان يحفظ هذا الشعب التونسي والشعب الفرنسي في ظل فيروس كورونا المستجد الذي صدم العالم والجميع. وطلبوا جميع الشارع التونسي بأكمله الدعوات باستمرار المسيرة والتقدم والازدهار بين البلدين تونس وفرنسا في الأيام المقبلة أفرح جميع الشعب. وطلبوا جميع التونسيون الدعوات إلى الرئيس قيس سعيد أن يمضي في الأيام التي تمر بها تونس في ظل فيروس كورونا مستجدة والأيام الصعيبة التي تمر بها تونس، وطلبوا سعيد بالمسيرة قوية له أن تمن عليه هذا الشهر بالخير والبركات وفرحة الشعب التونسي بأكمله بخطوات هامة من قيس سعيد أن يمد الوصال إلى هذا البلدين فرنسا وتونس، تونس وفرنسا، وفرحوا جدا الشعب التونسي بأكمله. وطلبوا الجميع أن يحفظ هذا الشعبين الفرنسي والتونسي، التونسي والفرنسي، بحب وأمل وتقدم في الازدهار والعمل بجدية مع البعض. يا رب احفظ تونس من كل شر ومن كل سوء، واحفظ على حكومة قيس سعيد من فيروس كورونا المستجد. يا رب احفظ هذا البلدان العربية والعالم أن يحفظهما من فيروس كورونا المستجد يا رب. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.